هذا صوت حمزة نمير. وصلنا لثمانية غير ربع. تحية لكم انتوما، شكرا لكم، بارك الله فيكم اللي اخترتونا في صبحية اليوم. تحية للناس اللي قاعدة بلي كومنتير متاعكم بتعليقاتكم الكل، وتحية زادة للناس اللي شدت ثنية للخدمة ولا القراية. قولكم طريق السلامة للجميع. نمشي تصويت للغوفي دو بخاصة. باش نحكيو توا اقتصاد، نحكيو فلوس، نحكيو دعم. مجلة الصباح في صفحتها السابعة تقول: وسط مخاوف من توجيه ضربة قاسمة لمحدودي الدخل، تونس تنطلق بخطوات حاسمة فرفع الدعم عن المحروقات. بعض تكون بعض العناوين اللي موجودة في المقالة ذي. دونك تقليص الدعم انخفض من 5000 مليون دينار إلى حوالي 700 مليون دينار. خبراء يحذرون من خدمة أصحاب المال على حساب مواطني الدولة، والحكومة تدرس من فترة إعادة النظر في منظومة دعم المحروقات. والله يشوف المسألة، خلينا نكونوا نحاولوا مش نعطيه المعطيات كما هي. الواضح أنه الدولة التونسية عندها مشكل كبير في الميزانية، وإذا أقر به السيد وزير المالية البارح ولا البارح في البرلمان، فإذا معناتها مشكلة متاع 18.5 مليار من الدينارات، معناتها نقولوا 18.5 مليار من المليمات، معناتها 18000 مليار من المليمات باش نفهموا الارقام. المشكله هذه فانا هذه كبيره برشا نظرا لمعناتها تفاقم الازمه تو سنين، معناتها مش مشكله سنه برك، ومش مشكله المشيشي، ولا مشكله اللي حكموا الكل في الموفيز جيستيون نتاع العشرة سنوات الاخيره، وهذا الشيء اللي كان متتالي ومتراكم خلينا نوصل للمرحله هذه. في المقابل فما ناس خلينا نقول في المدى القصير اللي خدمت الميزانية، نذكروا مرة أخرى أن الميزانية تخدمت على 45 دولار البريل، معناتها تونس تشري البريل متاع البترول ب 45 دولار. بالطبيعة الأسعار متاع البريل توا في 54، فما يوصل حتى ل 60، معناتها الأرقام بعيدة على بعضها. وهذا ما يخلينا نعيشوا فترة صعيبة، لأنه الدولة ما عندهاش إمكانيات باش تاخو المحروقات هذه وتبيعهم المواطنين وتدعمهم، لأنه الأرقام المخصصة في الميزانية، معناتها المبالغ المخصصة في الميزانية ما عادش تنجم تكمل آخر العام. الحل شنو باش يكون؟ الحل باش يكون هو في ترفيع سعر المحروقات، البنزين والغازوال إلى غير ذلك. الترفيع هذا مش باش يكون ترفيع بسيط، لانه معناتها اش معناتها مش ترفيع بسيط، ما مش باش يزيدوا 50 فرنك ولا 100 فرنك في الليتر، يمكن في الليتر الواحده باش يزيدوا يمكن حتى 200 و300 اذا كان مش اكثر. علاش؟ محاوله باش نجموا يقلصك اللي ما خلطنالوش، اللي ما حسبنالوش حساب. بالضبط هذاك اللي ما خلطنالوش ما خليناش حساب، واصلا الدوله التونسيه ما عندهاش امكانيات توا، ما عندهاش فلوس باش تمشي تشري، لانه وقت اللي طاح البترول وقت ذاك وقت الكوفيد اللي يوصل بلاش برينكو هز برك، وقتها نحن امكانيات التخزين عملناهم الكل ومشينا في التخفيض شويه مع اللي يصفخ فيه، كان ذكرش مره 30 فرنك مره 20 فرنك مره تقريبا 45 ملي. التخفيضات هذوك متوا باش يجيو في باش يوليو مع ارتفاعات. علاش؟ مره اخرى نفهموا انه البريد تاع البترول ماشي بشغل، وموش بشغله لمده اشهر فقط، يمكن حتى العامين ولا الثلاثه جايين باش يغلى. علاش؟ لانه الدوموند العالميه باش تكون كبيره على البترول، لانه باش يرجع النقل والتنقل، الطائرات باش ترجع وباش يرجع الاستهلاك بكثره، لانه الناس باش ترجع تخرج وباش يرجع مثلا السفن تمشي الناقله للبضائع والى غير ذلك. بالليل هنا سؤال سامحني قصيت عليك، علاش مش من الاول عملوه معناتها على حساب اللي هو 60 ولا 70؟ فما زوز، انا ديما نقول باش نعطي معطيات، فما زوز نجم نقولوا تحاليل علاش ما عملوش. المرة الأولى نصور منها بين الظفرين معناتها خطأ، إنه ما فقوش، إنه ما قيموش كما يلزم، وهذه مسألة نستبعدها بعيدة، يمكن مسألة مستبعدة 90%، لأنه الكفاءات اللي عنا تعرف بريد البترول، وحتى يهز تليفون يعرف خينا العبد الفقير ليه خذيت ليتر ومشيت عمل شوية صحافة شوية كومنيكاسيون، ما عنديش حتى علاقة بالبترول. فما ناس علماء متاع بترول يعرفولك حتى
يقراو لك البترول وقتاش باش تزيد وقتاش هما، حتى اذا كان هما تقولي دي تكنيسيان تاع عمليه ما نجموش يهزوا التليفون ويسالوا، اكيد هما كفاءات ونعرفوهم قادرين ويعرفوا كل شيء، عباب بالعربي يعرفوا كل شيء. وفما تفسير اخر ديما كلهم تفسير هذم، انه حبوا ينقصوا الارقام في الميزانيه، ما تعليش كيفاش نقول انا باش نكتب باش ناخذ انا البريل ب 45 دولار، يمكن مثلا نقولوا هذه جزء ميزانيه مثلا 4000 مليار مخصص للمحروقات، باش باش حجم الميزانيه يصغروا ما يظهروش كبير، فهمت؟ يقول لك انا خليني في اكتوبر وقتها نخدم ميزانيه حجمها قصير، وفي جام في نقدمها للبرلمان يصوت عليها ويعمل الله في القانون المالي التكميلي تنقولوا غلاء ولا تنقولوا حاجه. وهذا الاقرب ظن حسب رايي انا الشخصي المتواضع تقريبا التوجه كان هذاك، معناتها رقع سياسه الترقيع، سياسه بلفيط، سياسه اقتلني اليوم احيني غدوه ولا احيني اليوم اقتلني غدوه الى غير ذلك من السياسات الغريبه. احنا توا في شنو؟ احنا في واقع صعيب، وبيناتنا الناس اللي تسمع فينا كيما نسيو وقتاش قلنا احنا في الانتخابات، او بيناتنا شهر جويلية ان شاء الله، الفيديو هذه يرجعوا في شهر جويلية وتشوفوا الارتفاع اللي باش يصير للبترول. نتمنى يكون كلامي غلط، نتمنى ونتمنى الدولة التونسية تلقى حل للفراغ هذا متاع الميزانية، ونشوفه ونسمعه سياسة جديدة على مستوى الدعم تاع المحروقات ودعم المواد الأخرى. واضح سفيان، التمشي اللي كان يحكي فيه معاذ باش نكمل فيه لهنا، عديد الأرقام اللي موجودة الحقيقة في 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 المقال هذا في جريدة الصباح. شنو الحكاية بالضبط سفيان؟ والله يشوفك العام برجيبة عملنا اتفاق مع ليبيا، ومن بعد وسيلة كانت في الخارج والهادي نويلة كان في الخارج، واحد في الكويت وأخرى زل في إيران، ومن بعد سألوا وسيلة قالوا لها رجعوا بينسولوا الاتفاق ممشيش، وسيلة سألوها قالوا لها علاش برجيبة عمل الاتفاق مع ليبيا، قالت لهم بس كده تمالات الحكومة هذه اتخذت هذه الإجراءات لأنها فاشلة. سمحني، كانوا ينجموا يعرفوا وأنه ثم زيادة في سعر المحروقات، عملوا على 45 دولار اللي هو طفل 65 تقريبا بشيك هذيك، تعرف انت حسب وزارة الطاقة كل ما يزيد الدولار تدفع 112 مليار، يعني كي باش تزيد 20 دولار كل ما يزيد دولار في دولار دولار 112 مليار، كي باش تزيد الموين توا اتوندو هي 20 دولار تضرب 45 65 تضرب الشيفر هذيك في ال 20 63 اي تلقى 2240 مليار، 2240 مليار زيادة في هذا. الحكومة ايش عملت؟ كان ياخذ ميزانية دعم المحروقات دول موجودة في المقال، تلقاها كانت 5000 مليار عام 2016، ولات 2538 مليار عام 2019، و 1880 مليار في ميزانية 2020، في حين أنها توا تحوز كيف 700 مليار ميزانية الدعم. وهذا علاش؟ خاطر صندوق النقد الدولي، هو صندوق النقد الدولي مازال كيخرج قرار كيخرج دراسة قال فيها لو الإجراءات متاع الكوفيد والاقتصاد وغيره بتهز إلى هزات اجتماعية، وصندوق النقد الدولي لحد الآن إذا كنت تمشي له وتدق بابه يقول لك نعمل كما أنا نحب. يعني تصور أنت كان 5000 مليار بقيمة الدينار بتاع 2013، يعني كان جينا بقيمة الدينار بتاع 2013 توا معناها 700 مليار، رغم معناها 6000 7000 مليار معناها العجز 2240 دينار، خاطر وقتها بقداش دينار بالنسبة اليورو والدولار اللي هما المرجعيات الأساسية نخدموا بهم، كان دينار 1900 ولا حاجة كده توا 3000 يعني دونك الحكومة عاجزة. أنا نقول لك الحكومة عاجزة وماشية في السيناريو اليوناني، لكن لحد الآن ايش قال هو وزير المالية البارح؟ قال باش ناخذوا قروض باش ندفعوا القروض السابقة، فهمت العقلية توا؟ تو تاخذ قرض باش تخلص قرض باش تظهر قدام هذاك سولفابل، اما تقول له عرفتك اللي يجيك الجماعه اللي قبله يقول لك سلفني وجا قامل معنا، يعني يسلفوا من بعد يقامل معه ويربح، فهمت؟ هكاك معناها واحد واقف قدام السبخه يشرب في المال ويحب يروى، هذه هي الاشكاليه. ثم فشل كبير في التصور الاقتصادي والاجتماعي، وعلاش؟ اللي طاغي هو سياسه سياسويه. المشكله قل قائل اي احنا ما هو على غالب التصدير واقف الاستيراد نستورد، ما ننساوش الاضرابات اللي صارت سفيان، الاحتجاجات والاضرابات اللي صارت الاحتجاجات والاضرابات والتشكيل هذيك تكلف لها تو مثال الكامول تكلف 31 مليار،
الكامو لوحده كم 300 مليار. شركات كما اني وحكينا عليها طبعا جمعتين وبريتش بترول موجود وحبوا يخرجوا من تونس يعني نهائيا قالوا معناها باش يخرجوا بريتش غاز ولا حاجه كذا. ثم اشكاليه كبيره يعني هي ريسبونسابيلتي بارتاجي. يقول القايد اي شو نعملوا؟ شو الحل؟ عملنا البن من الشكوى ويلزمنا شو الحل سفيان؟ شو الحل؟ الحل انا بالنسبه لي وانه منظومه الدعم تتراجع مع كافه الشركاء الاجتماعيين. علاش؟ خاطر توا الناس مش واعيين بالحكايه، اما كي توا هما ديجا شفت لو عملوا قانون تعدى الجمعه اللي فاتت ما فقوش به العباد. توا كانك الزياده الاليه ما تفوتش 100 فرنك، توا بشوي تفوت 100. توا تنجم تولي الزياده 100 120. قبل كانت 55 35 عملوا لها حد معين في الزياده، فك الترفيع الالي ولا التخفيض الالي. عداوا قانون تحت حسبس وعداوه النواب. شوف انت مجلس الوزراء اللي عملوها من بعد البارح. الخمسه نقاط الاولى نتاعو خليتهم الكلهم الموافقه على قرض الموافقه على قرض كلهم على قرض كلهم قروضات في الاخر بكل تلقى اوامر حكوميه في حكايه فرق من واحده في مملكه الدوله وغيره. اما الخمسه مشاريع قوانين الاساسيه خليتهم البارح كلهم قروضات. دونك ثم حكومه فاشله الان يعني. ويعملوا في سياسه سياسويه ويحبوا يقعدوا ومساكن هما تعرف عليها على خاطر ثم الغباء السياسي. تو انت كان باش تاخذ السلطه في الوضع هذا مهما كنت لو ماكش باش تنجح حتى عندك اكبر شعبيه باش تلقى عوائق كبيره. المشكله كيفاش؟ تصور انت غدوه المواطن باش يلقى الباكيت ب 450 فرنك والخبزه الطليانه هذيك باش يلقاها ب 460 فرنك ولا 530 فرنك باش يخرج يتملق. بيان سور كي تقول باش ترفع الدعم توا هذا الدعم على المحروقات لكن مش عمل بعد باش يمشي لك الدعم المواد الاخرى اللي هي العجين اللي هي السكر والقهوه والزيت. الزيت المدعم ما ثمش كل توا ثم مقال في نفس الصفحه هكا الزيت المدعم ما ثمش كل وبيع مفلول وزد على ذلك معناها تلقى ثم مواد اخرى كما الخميره ولا غيره هذوك اللي برودوي اللي هما مدعمين. المواطن ما ثمش بيداغوجي مش فاهم هو ديجا المواطن كي تكلم وتمس وتسمع حاسه يقول لك الدنيا غلات وثم تضخم وناخذ وشفنا المواطنين شو يحكيوا كي ناخذوا احنا مثال في اخر البرنامج بتاعنا الناس في الاسواق شو قاعدين يحكيوا منهم المراه اللي قلت البارح ولا البارح بايزون في سوق المر اش قالوا جماعه على الطماطم ولا على المواطن اللي قال انا عمري ما ريت كما هكا ولد المر وعمري 63 سنه وشوف شنو صاير. هذوك كيفاش باش تفسر لهم؟ لازم تعمل بيداغوجيا. مثال اليونان باعوا يجي 7000 منشأة عمومية باعوهم الخواص والألمان وبعد ألمانيا قالت لهم بيعوا جزيرة يمكن لما كان زادوا معاهم يقول لهم عندكم إقبال سقراط ولا أفلاطون أعطيه لنا ردوا سقراط ألمانيا علاش ما عندنا نيتشه احنا وعندنا فيشت وعندنا ماركس وهيجل خلي سقراط معاش يقولوا يوناني يعني باش ياكلوك حيوني. والمواطن ما سماش بيداغوجيا مش فاهم كان تمشي كسلاح نتاع منظومة الدعم اللي حكينا عليه عديد المرات اللي هو توا في حدود 200 250 دينار لكل عائله تستاهل. عامل لها الزيادات هذيك نتاعها وامشي مع صندوق النقد الدولي يعمل هذا. وكيفاش باش تصنفهم العائلات؟ العائلات اللي تستحق الدعم اللي هي تاخو بيان سور خاطر ما هو الارقام هنا بيان سور سؤال مهم. علاش؟ على خاطر كي تخرج دراسه تقول لك 2400 دينار باش تكون قد بالنسبه للعائله فيها زوج اطفال ورجل ومراه. وقتها باش نعرفوا يعني ثم باش يقول لك اقل من 200 احنا شمين ولا 119 دينار وثم باش يقول لك لا خويا يلزم على الاقل ياخذوا اقل من زوج ملايين اكثر من زوج ملايين في الشهر باغ اكزومبل باش تنجم ترفع عليه الدعم. يلزم تصنفهم انطلاقا من الارقام. علاش؟ خاطر الارقام من جهه يقولوا عندنا 280 الف عائله معوزه هكا ولا يعاونوا فيهم ومن جهه يقول لك انا مليون عائله فقيره باش نعملوهم وزيد نقرض بالبنك كان زيد شويه تولي يعني يشتر الشعب يعني مش تقول انت واحد قال 370 الف والاخر قال 320 الف شيء بعيد بعض هذا يحكي على مليون والاخر يحكي على 280 الف لحد الان ارقام مش موجوده. وكذلك الطبقه الوسطى اللي هي تيلايي هي المشكله وين حتى هذه تنجم الطالب زاد بحقها عند الطالب حقها ضروري هي اكثر واحده قاعده تستفقر ثم الفقراء المعدمين كومبليتمون وثم الطبقه الوسطى اللي هي قاعده ما يسمى في الجارجون هكا في الايكونومي بوليتيك يقولوا بروليتاريزاسيون تبلتلت يعني انسان ثم فيلم داير يمثل فيه مايكل دوغلاس اسمه شوت ليبل شوت ليبل يكون راجل محامي وكل شيء في الاخر يولي حاسب فرد وقتل في العباد وبات في كلهبته يقول طلق ولا سالته مشكله كيفاش انسان كما في البلدان الغربيه ثم انسان تلقاه يمشي يخدم في الصباح ولابس كسوه وكرافات وغيره وهو خارج من ادواش عموميه كلي ب 20 سنتيم دولو يدوش غادي يبات غادي يبات في المترو. دونك احنا اليوم الطبقه الوسطى هي اكثر واحده كان 80% ولا من الشيء الاجتماعي توا يمكن ولات 40%
دونك الطبقه الوسطى التونسيه اللي عاد تنجم تتسلف، اللي عاد تنجم تحوس، اللي عاد تنجم تشري بيتزا، اللي عاد تنجم تشري حوايجها كي قبل، وحتى بازار يسموه بازار طبس اللي هو نتاع الفريب غلا ما اسخلت على شخص ولا سوق الشعبيه الناس مستنسر هذاك انا تمشي نقضي فيلانس، هاني مشي سيدي بحري، هاني مشي القلالين، هاني مشي للمر، هاني مشي الحدفاويين، حتى ذيك ولات بنفس الاسعار نتاع السوق. واضح. يعطيك الصحة سفيان، يعطيك الصحة معاذ، رجعنا معكم شوية آخر في بقية الفقرات نتاعنا ومواضيعنا في البريتان. يعطيك موعد توت سويت مع أخبار 8 نتاع الصباح بصوت صفي قصيلة، أخذوا تابعونا حتى العشرة نتاع الصباح في البريتان.